نازحين من ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي، جينا لهون اليوم لنشارك المظاهرات مع أخواتنا أهل سرقين تنديدا بالقصف الروسي وقصف قوات النظام وسكوت الضامن التركي، ونثبت إنه نحن مكملين بثورتنا، مكملين لآخر قطرة من دمائنا ولآخر شبر من أرضنا المحررة، وبإذن الله ما راح نركع لو مهما صار ولا مهما جرى. نحن طلعنا اليوم الظاهرة لنأكد على عهد الثورة ونجدد الشعب يريد سقوط النظام، رغم كل الشعب الدول العالم اللي تخاذلت وتخلت عن الشعب السوري، طلعنا اليوم لحتى نجدد لكل السوريين مشان تعرفوا ما في ضامن إلنا غير الله، ما في عنا نحن حدا يكفلنا أو يضمننا غير رب العالمين، وبإذن الله رح نضل لحتى ما يضل واحد فينا عايش، نحن مطلبنا سقوط النظام ورح نضل على سقوط النظام، بإذن الله لا منموت نحن لا منحقق هدفنا ومن أسقط نظام بشار الأسد.